متابعينا الكرام، نتابع انطلاقة الشوط الثامن وهو الرابع للقعدان المشتركات لمسافة الليل بال 500 متر. نفتتح إذاعتنا بشاهين أحمد بطيب بن حميد الدرعي، المركز الثاني شاهين محمد بن حميد بن حميد الدرعي، المركز الثالث شاهين سعيد، هناك شاهين لمعضد محمد بن سعيدان الدرعي، المركز الرابع شاهين احمد بطيب بن حميد، المركز الخامس عندنا الواضح محمد بن سعيد بن خليفه الدرعي. هذا نداءنا على الخمس المراكز الاوليه، ونعود الى الكادر الامامي والى شاهين معضد محمد بن سعيدان الدرعي، المركز الثاني هناك الحامد بالصغيرون راعق حير، المركز الثالث عندنا راعي شاهين محمد بن حمد بن حميدة راعق حير، المركز الثالث الواضح محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي، المركز الرابع شاهين سعيد بن علي مصطيون الدرعي. هذا نداءنا على الخمس المراكز، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى شعار محمد بن حمد بن حميدة راعق حير. بدأ بالتقدم وبدأ بالضغط شاهين سعيد بن علي مصطيون الدرعي، يا سلام، بدأ تشغيل المحركات، بدأت الإثارة، بدأ شاهين محمد بن حمد بن حميدة راعق حير. والمركز الثاني شاهين سعيد بن علي مصطيون، المركز الثالث عندنا راعي شاهين معاذ محمد بن عيدانا، ولكن راعق حير سلام والناموس شاهين محمد بن حمد بن حميدة راعق حير، سلام ابو حمد سلام والناموس. توقيت دقيقتين 14 ثانية 72 جزء من الثانية. اما المركز الثاني فكان شاهين محمد بن سعيدان الدرعية، والمركز الثالث شاهين سعيد بن علي مصطيونه.